ثمن أهالي سليمان بيك دور محافظ صلاح الدين في عودة الحياة إلى طبيعتها في الناحية بعد الدمار الذي لحق بها على يد تنظيم داعش، حيث كانت لتوجيهاته ومتابعاته للدوائر الخدمية الدور الأكبر في رفع الأنقاض وتوفير الخدمات التي أسهمت بعودة أغلب النازحين. الزميل كروان زنجنة والتقرير التالي. يوما بعد يوم تعود الحياة إلى ناحية سليمان بيك بعد سنوات من نزوح سكانها والدمار التي حلت بها جراء حرب داعش، ويثمن أهالي الناحية دعم حكومة المحافظة لإدارة وناحية سليمان بيك وبالأخص البلدية لتقديم الخدمات التي ساهمت في رجوع غالبية سكان الناحية. طبعا أول ما جت الناحية هي مجرد أنقاض، وبجهود رئيس البلدية والموظفي البلدية قاموا رفع الأنقاض وترتيب الناحية من جهة تنظيف الشوارع، ومع العلم أنه كان عدد العوائل نسبة قليلة حيل. أحسن بيك من الناحية المنتظرة والمنكوبة 100% كانت من سوى الأنقاض، كانت 90% موجود كل الشوارع كل الأحياء، بس بجهود بلدية سليمان بيك وكادرها المتقدم وعلى رأس الدكتور منعي باشر بتنظيف الشوارع 100%. الشوارع كلها كانت انقاض وبيوت مهدمة، وكانت الطلبات الموجودة للمواطن، اي مواطن اي طلب البلدية يوجهها البلدية بكل كادرها توجه للمكان الحادث او مكان الضرر يزيلون الاحداث. المهم البلدية كانت نسبة مشاركتها والمواطنين كل زينة. نشكر محافظ صلاح الدين ونشكر الكادر كله بالمحافظه وبالناحيه، شغل درجه اولى. وريد نشوف سليمان بيك من جينا كانت مو هيك، هسه شوف واجهتها، شوف منطقتها حلوه. من جانبها اكد مدير بلديه سليمان بيك بان دعم المحافظ صلاح الدين للناحيه من ناحيه الخدميه اثمرت رجوع غالبيه سكان الناحيه. طبعا احنا نقدم شكرنا لمحافظ صلاح الدين وبلديات صلاح الدين لدعمهم الكامل لبلديه سليمان بيك. احنا قلنا من استلمنا البلديه المدينه عباره عن حطام واركام مدينه منكوبه بالكامل، قدرنا خلال 10 أشهر انه نعيد المدينه الى وضعها الطبيعي افضل، حتى نقول احسن من 2003. انه الخدمات الحمد لله ممتازه جدا، طبعا بامكانيات بسيطه جدا للغايه، وحصلت مدينه سليمان بيك على انظف مدينه اثناء التفتيش في صلاح الدين. حتى الان نصف اهالي سليمان بيك نازحون وينتظرون الحكومه المركزيه لصرف تعويضاتهم ليستطيعوا ان يؤهلوا ويعمروا بيوتهم الذي هدم بسبب حرب داعش ليعودوا الى ديارهم الاصليه. لفضائيه صلاح الدين كاروان زنجنا ناحيه سليمان بيك.